هذا ما قررته المحكمة في قضية الميلودي وأبنائه الذين يقادونه. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. شهدت ابتدائية محكمة القنيطرة قضاء الأسرة جلسة جديدة من سلسلة جلسات قضية المغني عادل الميلودي وأبنائه الذين يطالبون بالاعتراف بأبوته. وشهدت المحكمة بعد ظهر يوم الأربعاء حضور أطراف الملف وسط متابعة إعلامية كثيفة، وقد تقرر تأجيل النظر في قضية عادل الميلودي وأبنائه عزيز وأمنية إلى تاريخ 8 يناير 2020، ويأتي قرار المحكمة نظرا لعدم استكمال الشهود الذين حضر منهم 5 فقط في جلسة اليوم. ويطالب كل من عزيز وأمنية الميلودي بضرورة الاعتراف بأبوته لهما قبل أن يلجأ إلى القضاء أمام إصراره على عدم فعل ذلك. في تصريحات صحفية عقب الجلسة قال الميلودي إن الأم لم تدل بأي وثيقة تؤكد أنها متزوجة منه، وأضاف عندما كنا في القاعة تكلمنا على أساس أن الوثائق غير جاهزة والزوجة تقول إنها متزوجة بالفاتحة وهذا لا يمكن، وقالت الأم إنها أم الابنين ولكن لا وثائق لديها وهذا ما أطلبه. وأشار إلى أنه عندما تعرف على السيدة كانت حاملا بابنتها، وأضاف قلت للمحكمة إني كنت أتعامل مع السيدة لأن ابنتها كانت عزيزة علي وبمثابة ابنتي. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.